ما قلنا قبل كده ان الفيتامين B12 كفيتامينات ذائبه في الماء كان في تصور الناس ان هم يستخدموه براحتهم وباي كميات ويزودوا في الجرعات، وفي ناس بتقترح خلط حقن مع بعضها من نوعين مختلفين. الحقيقه الكلام ده كله غلط، لابد ان احنا نلتزم بجرعات معينه، لان الحوامل ليهم جرعات، المرضعات ليهم جرعات، البالغون بعمر اكبر من 50 سنه ليهم جرعات معينه، اللي هم بعمر اقل من 50 سنه ليهم جرعات معينه. وفي الحقيقه انه طبعا زي ما قلنا قبل كده بقى في فيتامينات سابقه ان فيتامين بي 12 له اهميه في حاجات كتير. هو ده مش موضوعنا المره دي، هو موضوعنا الاساسي ايه اسباب ارتفاع فيتامين بي 12. بنتكلم هنا بطريقه مختلفه في موقع اسمه طبيب العرب بطرق مختلفه تانية، وبيقول ان السبب الاكثر شيوعا لارتفاع فيتامين بي 12 في الدم هو تناول فيتامين بي 12 في صوره مكملات او حقن. يعني دي ابسط حاجه، ان احنا بناخد مكملات وكميات كبيره، الا انه لا يتعين عليك القلق من تناول مكملات فيتامين بي 12، لان الجسم بيتخلص من الفائض من الفيتامين عن طريق طرحه في البول، وده الوضع الطبيعي. ان انا باخد لو حتى خدت زياده سنه يبقى الجسم هيتخلص منها، لكن هي المشكله الاساسيه ان هو لو انت ما بتاخدش مكملات او اغذيه فيها فيتامين بي 12 وارتفعت نسبته. هنا بيقول انه علاوه على ان ارتفاع مستوى فيتامين بي 12 ممكن يحصل لو ان نظامك الغذائي غني بالمنتجات الحيوانيه واللحوم والبيض والمأكولات البحريه. في الحاله دي بنقلل شويه من هذه المنتجات، وفي الواقع من النادر جدا ان يحدث عندك ارتفاع مستوى فيتامين بي 12 بسبب طبيعه النظام الغذائي. في معظم الاحيان النظام الغذائي ما بيتسببش فيه هذه المشاكل، ولكن بغض النظر عن مكملات الفيتامين بي 12 والنظام الغذائي قد يحدث ارتفاع لفيتامين بي 12 في حالات احنا هنقولها دلوقتي. يعني احنا في حاله ناس ما بياخدوش مكملات غذائيه فيها فيتامين بي 12 بكميات عاليه، ما بياخدوش حقن فيها فيتامين بي 12 بجرعات عاليه، دي حالات ممكن تسبب في ارتفاع فيتامين بي 12 ولكن ما بيحصلش منها مشاكل قوي، والزياده ممكن تنزل في البول لو انا ما فيش تجاوز عالي لهذا الموضوع. لكن المشكله لو انا ما باخدش منتجات غذائيه ومكملات غذائيه فيها فيتامين بي 12 بتجاوز او حقن فيها تجاوز، ولقينا فيتامين بي 12 بيرتفع لدرجه عاليه جدا الى درجات تقترب من السميه، ده دليل على ايه؟ قد تكون ده دليل على امراض الكبد بسبب تحرر محتويات الكبد التالفه اللي هي المتخربه اللي محتوياتها من فيتامين بي 12 بتطلع في مجرى الدم، فده دليل ان في امراض للكبد. امراض الكلى بسبب تدهور الوظيفه الكلويه المسؤوله عن طرح الفائض من الفيتامينات. يعني احنا قلنا ان الفائض بينزل في البول، طب لو الكلى فيها مشاكل يبقى الكميه الفائضه مش هتنزل في البول. زي ما قلنا خلايا ان في امراض في الكبد وفي خلايا كبد متخربه وتالفه، فبيطلع فيتامين بي 12 في مجرى الدم. ارتفاع مستوى السبب الثالث، ارتفاع مستوى الترانسكوبلامين، وهو بروتين موجود في الدم بيقوم بنقل الفيتامين في الدم. في حالات التهابيه زي التهاب المفاصل الروماتويدي والزئبق الحمراء، في سرطانات الدم مثل ابيضاض الدم الحاد والورم النقوي المتعدد، في كمان سبب اضطرابات تكون الدم زي الورم التكاثري النخاعي، متلازمه خلل التناسب النخاعي، متلازمه فرط الكريات البيضاء اليوزينيه، وكثره العضلات العابره. في الحقيقه انه ده اسباب غريبه لارتفاع فيتامين بي 12، وفي الحقيقه انه فيتامين بي 12 ارتفاعه زي ما قلنا ان ما هوش حاجه حلوه، لانه قد يدل على امراض، وارتفاعه بيتسبب في مخاطر. يعني تناول الجرعه اللي بيوصى بها الطبيب ده امر امن عند الاشخاص الاصحاء، ومن ناحيه اخرى ممكن فيتامين بي 12 نعطيه عن طريق الحقن انه يسبب بعض الاثار الجانبيه زي اسهال خفيف، حكه، طفح جلدي، صداع، دوخه، غثيان، تقيؤ، وزمه رئويه، وفشل قلب احتقاني ممكن يعمل اديمة، خفار وريدي، كثره كرات الدم الحمراء اللي هو سرطان دم نادر بطيء النمو. ويمكن ان يتسبب فيتامينات بي 12 بتفاعلات تحسسيه نادره جدا لكنها خطيره زي الصدمه التحسسيه او الطاق اللي احنا بنقول عليها، وتشمل اعراض الصدمه التحسسيه انتفاخ الوجه واللسان والحلق وصعوبه في البلع وصعوبه في التنفس. طيب
في اعراض لارتفاع فيتامين ب 12 بتعد مكملات فيتامين ب 12 امنه عموما عند اغذاب الجرعة الموصي بها، حيث لا يمتص الجسم الا ما يحتاج الجسم الا ما يحتاجه ويطرح الباقي في البول، غير ان الجرعات العاليه يمكن ان تسبب بعض الاعراض زي الصداع والغثيان والتقيؤ والاسهال والتعب والضعف وتنميل وتخدر في الاصابع. لو جينا نشوف علاج بقى ارتفاع فيتامين ب 12 بنلجأ للطبيب، وهنا بعض المقترحات اللي بتتقال. ليس هناك حدود علويه لجرعه فيتامين ب 12 يمكن تناولها، لان تناول كميات عاليه منه لا تسبب مشاكل، وده الاقتراح اللي كان بيتقال قبل كده. ومع ذلك في وجود مستويات مرتفعه من فيتامين ب 12 قد يكون مصدر قلق، لان هذا قد يشير لوجود مشكله صحيه كامنه. لذلك بيلجأ الاطباء لعلاج الحاله المرضيه التي قد ادت لارتفاع مستويات فيتامين ب 12، وليس علاج الارتفاع بحد ذاته. ومن الممكن محاوله التخلص من زياده فيتامين ب 12. اذا هنا فيه جزئيه احنا لازم نتفهمها، ان هو يعني مش هيبقى فيه طريقه مباشره للتخلص من فيتامين ب 12، ولكن بيلجا الطبيب هو بيشخص ايه السبب في ان فيتامين ب 12 زاد فجاه، ويعالج السبب. هل في مكملات بتتاخد بكميات زياده؟ هل في وجبات اكل بتتاخد فيها فيتامين 12 بكميات زياده؟ هل بيتاخد حقن بكميات زياده؟ ولكن اذا ما كانتش هذه الحاجات بتتاخد وفيتامين 12 بيرتفع، يبقى هنا في دلال على حاله مرضيه بيعالجها الدكتور، فبينزل مستويات فيتامين 12. مع السلامه.